بين دعم سيدات المجتمع المحلي وتعزيز مهارات إعداد الطعام وزيادة فرص العمل، يستمر مطبخ كرمة الإنتاجي بنهجه الذي يمتد منذ العام 2006، ويعد المطبخ أحد مشاريع التنمية التابعة لمؤسسة نهر الأردن. المطبخ جاء بدور أنه يعزز دور المرأة في المجال الريادي، وانتقل من شيء بسيط، مطبخ بسيط بال2006، لغاية مسرنا اليوم مطبخ إنتاجي ISO certified. منتجات مطبخ الكرمة متواجدة في الأسواق الأردنية بشكل كبير، وفي نهاية العام الماضي بلشنا التصدير للمملكة العربية السعودية والإمارات، وإحنا في التطور أنه نصدر أكثر كمان مشان نضيف عدد أكبر من المستفيدين لمطبخ الكرمة. لغاية تاريخ 30/8 عدد المستفيدين كانوا 162 سيدة. المشروع يعمل على تطوير المساحة الإنتاجية وزيادة التصدير لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية، خطوات يكملها زيادة ثقافة الابتكار للسيدات وتحسين أوضاعهن الاقتصادية. هو فتح فرص كتير للسيدات اللي ما عندهم شغل ويقدر يخدموا أسرهم ويخدموا بيوتهم وأنفسهم وحققوا أهدافهم اللي هم كانوا يطمحوا لها. حق للمطبخ كتير من شغلات استفدت منها أنا وعائلتي، منها تدريس بنتي بالجامعة وما شاء الله وتخرجت من الجامعة وزادت ثقتي بنفسي بهذا المطبخ. ويعمل المشروع ضمن أعلى المواصفات على صعيد المأكولات والأطعمة المجمدة. مطبخ الكرمة مقسم حسب ISO 22000، يعني تم بناؤه حسب كمان القواعد والستاندر العالمي لISO 22000، وعم نطبق جميع الشروط لأنه بصدد إن شاء الله خلال شهرين حناخد الشهادة، بس إحنا عم نستنى شركة عشان ناخد الأودت عليها إن شاء الله وناخدها. ISO 22000 هو كمان نظام وقائي للغذاء فقط، معنية بالمنشآت الغذائية عشان نضمن للمستهلك عدم تعرضه لأي مرض منقول عن طريق الغذاء. ويأتي جانب التوسع الجديد للمشروع بشكل عام وبموقعه الجديد بمنطقة الياسمين في عمان إلى مضاعفة أعداد العاملين خلال الفترة المقبلة لينعكس ذلك على المجتمع. تعزيز الجوانب الإنتاجية ضمن مشاريع همها الأول تشغيل الأيدي العاملة المحلية هي من أهم الركائز التي يعتمد عليها هذا المكان، مكان وجد لدعم الجوانب الاقتصادية والأسر محلياً. عبيد ضمور، المملكة، عمان.